ما هلا ارشاد رح روح لاولى محطاتنا ورح نحكي عن الخصائص النمائيه للطفل اللي هي عباره عن مجموعه من التغيرات المتتابعه اللي بيمر فيها الطفل من ولادته وخلال مراحل نموه، وبتختلف بالنواحي الجسميه وايضا النفسيه والعقليه واللغويه والاجتماعيه ضمن نظام متعاقب. رح نتعرف اكثر على هذا النظام وبعض النصائح عن هذا الموضوع. بصيرنا نرحب بضيفتنا معنا بالاستوديو سيده سلافه قندقش، مدربة معتمدة بالبرمجة اللغوية العصبية. صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على السلامة. أول شيء صباح الخير. صباح النور. الله يبعث الخير. عم تخبرينا أن اليوم هلأ بحما مطر؟ صح، فصبحنا غير وخير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. عم نحكي اليوم عن موضوع كتير حساس، واليوم الأهل مفروض يكون بدراية كاملة عن هدول الخصائص اللي هي بتمرق بمراحل بحياة الطفل، كان من عمر الولادة للسنتين ومن سنتين للستة وفيما بعد. خلينا هيك بشكل عام نعرف بهدول الخصائص شو هي بشكل عام. هلأ بداية أنا رح أحطك بصورة موضوع مهم جدا، هو أن الدماغ هو عبارة عن أمر معقد جدا. نتخيل مع بعض أن المجرة بقلبها 100 مليار نجم، كذلك الأمر بالدماغ، الدماغ بقلبه 100 مليار خلية. الوزن الدماغ عند الولادة بيكون 25% من وزنه عند الراشد، واللي هو 1400 غرام، أي قبضتي يد مضمومتين. بعد سن الولادة بيزيد، بعمر 3 سنوات بيزيد حجم الدماغ بحيث يصير مقارب للوزن الطبيعي. السبب هو عبارة عن توالد خلايا مستمرة. الخلايا هي تريليونات الخلايا تصل بين بعضها سبل أو وصلات. العصبونات هي عبارة عن الحجر الأساس بالدماغ. كل ما زادت خبرة الطفل وتعرفه وتعرضه للبيئة المحيطة، كل ما زاد عدد هالخلايا. نتخيل مع بعض أن يعني الطفل في فترة الثلاث سنوات الأولى كل ثانية بيصير عندنا 700 سبيل، أي هي الرابطة بين العصبون والعصبون. ولكن في حال عدم تعرض الطفل للخبرات والعمل مع المحيط والتعامل معه، فبيصير عندنا عملية تشحيل أو تقليم الخلايا اللي ما أنا مستهلكة. هذا الموضوع بيخلينا أن نحن نحط إضاءة كتير كبيرة ونسلطها على موضوع المهارات اللي لازم أني أنا أكسبها للطفل في هاي الفترة، واللي هي قبل الأكاديمي، في فترة الطفولة المبكرة. فلذلك البرنامج اللي بدنا نحكي عنه، واللي هو عالميا يسمى ببرنامج بورتاج، هو يتحدث عن الخصائص العمرية للطفولة المبكرة. يعني هلأ أنا بدي أسألك سؤال، حضرتك بتشوفي طفل أحيانا فبتقولي والله هالطفل كأنه أكبر من عمره، كثير عم نشوفها صح؟ أو بتقولي هالطفل أصغر من عمره. شو اللي خلاك تحكمي على هذا الموضوع؟ طريقة تعامله، مهاراته، تعاملاته، تصرفاته، ردات فعله. ردات فعله معناتها نحن في عنا شيء مثل قانون أو قاموس، أو قاموس أو مقياس، أني أنا معناتها خلال هالعمر أو خلال هالسنة أو خلال هالفترة أني لازم يكون الطفل عنده كذا وكذا وكذا وكذا. صحيح. مثلا هلأ أنا بالسنة الأولى الطفل مثلا بيتعرف على البيئة من خلال أصابعه، بيحطها بتمه، فيصير عنده كل الأشياء بيتعرف من خلال تمه. بنهاية السنة أنا مثلا بيصير عنده بلطمة، يعني بالنسبة للغويا يعني هو بيحكي مفردات غير مفهومة. على نهاية السنتين هو لازم يكون مثلا بيعرف أن يشير إلى أعضاء جسمه، يشير إلى الأشياء، بيقدر يمشي، بيقدر أن هو يصير عنده جملة من كلمتين. هذا الخصائص الموجودة بتريح الأهل وبتريح المتعاملين مع الطفل. يعني أنا لما بتعرف على هاي الخصائص فخلال عملي بالروضات برياض الأطفال، فما بخلي الطفل أني هو يطلع على السنة المقبلة إلا وأنا خاتمة كل الخصائص الموجودة. طبعا البرنامج يتعامل مع خمس محاور، يتعامل مع محور المعرفي، اللغوي، التنشئة الاجتماعية، الحركية، بالإضافة إلى بيتعامل مع في حركي، لغوي، تنشئة اجتماعية، مساعدة الذات والحركة. طيب أستاذة سلافة، بس اسمحي لي أسألك، يعني نحن اليوم حكينا هيك تعريف بسيط شو هو نقصد بالنماء عند الطفل. نعم. إن كان علميا مثل ما شرحتي المفهوم وبعدين دخلتي شوي بالتفاصيل القريبة للناس، خليني أرجع وأحكي. اليوم قلتي هاي المهارات اللي هي تنوجد عند الطفل وبنقدر من خلالها نقيس مدى قدرته على التعامل مع المحيط، إلى مقاييس تقدروا تعرفي إذا هذا الطفل ماشي بشكل متناغم مع أو لا. عمر الزمني المعروف أنه في تأثيرات هي بتؤدي لهذا الشيء، مو بس التكوين الجسدي أو الاجتماعي، في تأثيرات محيطة فيه، طريقة التربية وما إلى ذلك. خلينا نعرف المقاييس اللي عم تعتمدوها لحتى تقولوا هاي الأطفال عنده نمو طبيعي أو لا.
هلا هو البرنامج اللي انا عم بحكي لك اياه هو برنامج بيتعامل مع الاطفال الطبيعيين واطفال ذوي الاحتياجات عموما، يعني هو عباره عن قائمه ارتقائيه. هلا هو جانبين، الجانب الصوره الجانبيه وهذا موضوع اكاديمي، ولكن انا بدي احكي لك عن الموضوع الارتقائي. يعني هي قائمه ارتقائيه، هو لشده جماله وسهولته وسهوله ادواته فتحول من عباره عن مقياس الى برنامج يقوم مراعاته. يعني اني انا بتبع هذا البرنامج بحيث اني انا اطلع على نقاط القوة اللي أنا بدي اعتمدها للانطلاق إلى تعديل نقاط الضعف الموجودة عند الطفل. يعني هو برنامج مخصص للأمهات أولاً، فأنا من خلال القياس والملاحظة للطفل خلال مدة أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع أنا بقدر حدد شو هي نقاط الضعف الموجودة عند الطفل، وبالإضافة لأني أنا ممكن تجربة أني أنا بالأدوات الموجودة عندي كمان قوم بأني أنا أكتشف هي نقاط الضعف بها عند الطفل، وبالإضافة لذلك استشارة الأم. طبعاً الأم بدها تكون حضرانة خلال فترة التقييم بحيث أني أنا ألا الطفل بيمتلك هالمهارة، فهي بدها تكون صاحبة مصداقية. يعني الموضوع ما في لا يحتمل الرمادي، يا أما أن يقوم بالمهارة أو لا يقوم بالمهارة. فإذا كانت نعم فهي نقطة قوة، كانت لا فهي نقطة ضعف، فأنا بحطها جانبا وبشتغل خلال خطة فردية أسبوعية شهرية ثلاثة أشهر. أنا بعدها بقيم أني أنا في تحسن ما في تحسن على الطفل، ومن خلاله أنا هيك بكون أديت مهمتي بالنسبة للطفل. تمام. طيب ست سلاف، خلينا بما انك حكيتي على الخطه واليوم اكتشفتي نقاط الضعف او نقاط التاخر عند هذا الطفل، اكيد في برنامج وفي نشاطات حضرتكم تتبعوها كرمال تحسنوا وضع الطفل. خلينا نبسط اكثر المعلومات ونقول اليوم شو بتتبعوا مع الطفل، اساليب او مهارات كرمال تطوروا او نخلص من المشكله اللي عم يعاني منها. تماما. هلا الشق اللي انا حكيت عنه بالبدايه هو رح يخدمني اني انا ويسهل علي الموضوع بالشق الثاني من المحاور واللي هو تنميه المهارات. شو يعني تنمية المهارات؟ تنمية المهارة هي تعريفا بالقريب يعني البسيط أني أنا أستخدم الوسائل المحيطة فيه بحيث أني أنا أشتغل على تنمية العمليات العقلية المعرفية الدنيا والعليا. دنيا وعليا، شو يعني دنيا وعليا؟ يعني أني أنا الدنيا هي اللي على علاقة بالواقع، وهي مثل الانتباه، التركيز، الذاكرة، أما العليا فهي الإدراك والوظائف التنفيذية. أنا رح أطرح لك مثال وسهل عليك الموضوع من الآخر. أكيد هيك أفضل مشان كل حد عم يشوفنا يستفيد أكثر. بتتذكري حشيشة هالطول هالطول كبرت وصارت هالطول؟ بتتذكري تماما. هلا انا رح اقول لك هي النشيده اللي كنا نحن ستاتنا الله يرحمهم يقولوا لها مع الاطفال، يعني هذا كانت هي عباره عن الثقافه المتبعه. اي فعاليه كانوا يقوم فيها الاجداد هي فعاليه متميزه واثبتت جدارتها حاليا بالعلم. انت لما بتكوني عم تعملي هاي الحركات مع الطفل، فانت انا عندي سلم تنميه مهارات اساسي يحتوي على 10 مهارات، بدايه بالتواصل البصري. هلا هو الطفل مجرد ان انت ما تبلشي معه بالغنايه فهو رح يتواصل معك بصريا، واللي هي اول مهاره التواصل البصري مع العين مغرفه الكلام. صحيح. فهو صحيح. التواصل البصري اللي بده يحققه الطفل. اثنين، انا لما عم اقول له كانت هالطول كبرت، فانا عندي مصير متحرك فهو التتبع البصري وهي الخطوه الثانيه، هي ثاني خطوه بسلم تنميه المهارات، التتبع البصري لمثير متحرك. تعال نشوف الثالثة، قال أنا عندي مجال تآزر البصري الحركي. شو هو؟ أني أنا عندي تآزر حاستين مع بعضهم أو ثلاث حواس مع بعضهم، أنا عندي عين، إيد، قدم، فمعنات أنا حققت المستوى الثالث من تنمية المهارات. أنا عندي أوامر، يلا تعال نلعب مع بعض يلا، فأنا عندي أوامر بسيطة، أوامر مركبة، أنا حققتها بالنشيدة. أنا عندي بعدها التقليد، انه بيقلدني تماما. التقليد ثلاث فئات، عندي تقليد حركات كبرى، انا عم بعمل تقليد حركات بكرة هيك بينا، انا عندي حركات هيك وسطى هيك بيبر، عندي تقليد صوتي كمان، تقليد صوتي لما هو عم يكرر الاصوات اللي انا عم اقولها. رجعت انا عم نمي مجال معرفي. شو المجال المعرفي؟ اني بدور الدولاب بيسبحوا السمكات، انا عم بعطي معلومات، انا عم بعطي معلومات خلال الغناية. طلعت أنا من المجال المعرفي، وصلت للانتباه، وصلت للتركيز، أني أنا الغناية طويلة فأنا عم زيد مدة الانتباه، تكرارة شو بيساوي عندي؟ بيعلمه وبيدعم عندي الذاكرة، فأنا اشتغلت على الذاكرة. تخيلي أنا لما بقول له بيسبحوا هو اللي السمكات، بيطيروا العصافير، أنا عم بشتغل على التداعي اللفظي واللي هو والربط السمعي الموجود واللي هو بموجود والمعرفي بالإدراك. أيضا يعني حتى يعرف الوظائف، المجال المعرفي تماما حكينا عليه هو المرتبة السادسة. خلال غناية واحدة أنا اشتغلت على سلم تنمية مهارات أساسي. هذا اللي نحن هلأ افتقدنا. ليش؟ للأسف. ليش؟ أسلوب التربية اختلف بسبب شوي، بسبب وسائل التواصل اللا اجتماعي. يعني هلأ الطفل لما بيجي بيحكي مع أمه شو أنت شو بتتخيلي شو بيقلها؟ بيقلها وطلعي فيي،
صح؟ تمام. والله العظيم هو الا بس طلعي فيه ليش؟ لان هي اما ملتاشه بالمطبخ او ملتاشه بجوالها او عم تشتغل، فما عاد في تواصل بالاهل، ما عاد في تواصل من الاهل مع الطفل بالشكل اللازم. هي مو بس هاي المشكله صارت للاطفال حاليا، حتى صارت للكبار يعني. تماما. خلنا دائما لما بنحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي بقدر ما في ايجابيات في سلبيات، للاسف الدارج هلا بمجتمعاتنا السلبيات اكثر. صحيح. صحيح. من الايجابيات. صحيح. وهون بدي اسالك، يمكن بتلاقوا شوية صعوبة لما بيجيكم طفل عنده تأخر بالنماء بأي مرحلة من المراحل اللي حضرتك حكيتي عنها، سواء اللغوي أو الجسدي أو المعرفي، وبكون تبلشوا مثل ما بنقول نعمل فورمات يعني. نعم. نعيد إقلاع. تماما. طريقة التفكير. خلينا نحكي عن هي الوسائل، وهي أصعب من الأولى يعني طبعا. هلأ جمال الوسائل إن هي من محيطك. يعني أنا ما بطلب من أم على الإطلاق تشتري لعبة، انا بقول لها اشتغلي بالمعالق الموجوده عندك، اشتغلي بالشوكات. حلو. بالجرابات، نص الفردات عندك، نص الفردات اعطيني مثله، اعطيني مثله. بشتغل باني انا مثلا لتنميه مهاره تآزر البصر الحركي، اني انا مثلا اطوي الكنزه انا وياه، الطفل جنبي انا عم بطوي يمين يسار للنص، نص يمين يسار، فهو بده يتبع حركاتي، معلقتي لفوق، الشوكه لتحت، السكينه واقفه، اعمل صحنك مثل صحني. مجرد اني انت ما تلفتي انتباه الطفل وتعملي الجلسه الاولى والثانيه والثالثه فعليا، يعني تشتغلي على نموذج القدوة فينا نقول أكثر. تماماً. هلأ شوفي حبيبتي، من الآخر التأهيل للأهل وليس للطفل. أكيد هنا العامل الأساسي. تماماً يعني. تماماً. أنت لما بتحاولي تزرعي بفكر الأم أني تغير من طريقة منهجية التعامل مع الطفل، فهذا لحاله إنجاز. لما أنت بتزرعي أني أنت ابنك عنده نقاط، هي عم تحضر الجلسة على فكرة وشايفة بعينها، هي أول شيء شو بتقلك؟ شو عم تقولي اني انت ما عنده هذا ولا شيء؟ فهي عم تحضر الجلسه فبتشوف النقاط بعينها، هذا الموضوع بيدهشها فبتصير تستسلم للعمل. فانت بتملي عليها بالنقاط اللي لازم هي تشتغل عليهم، وهي تماما بتجي الجلسه الجايه ان شاء الله اذا الله راد متممه للامور اللي انت عم تشتغلي عليها وطلبتيها منها. انتشار الثقافه والوعي بين الاهل، هذا الموضوع هو الملفت للانتباه ليس اكثر. الطفل ما جريمته انه هو ما قدران يتواصل مع المحيط. وقد ايه مهم اليوم الاهل يتقبلوا هي الفكره. كثير بنشوف من الاهالي انه هم رافضين الفكره بدافع كان الامومه او الابوه، بيقول لك انا طفلي، وهون بتبلش تتصاعد المشكله. كنا عم نشوف هيك لقطات حلوه، معجون، قد ايه تستخدمي قصص المعجون والالوان لتفتي نظر؟ تماما تماما. المعجون يعني هو هي كلياتها الحركات الدقيقه اللي هو بيشتغل عليها الطفل. يعني هذا المعجون بيعمل منه تقليد، بيعمل منه اني انت تقلي له الالوان معرفيا، اشكال بتنفذي اشكال معرفيا. المعجون للحركات الدقيقه هي مهارات ما قبل الكتابه، بحيث اني انا قبل ما كمشه القلم اني انا اشتغل على مهاراته واصابعه. يعني هو كل هي المهارات تصب في بوتقة الانتباه اللي بدنا نزرعه عند الطفل. حلو. خلينا نحكي كمان اليوم، كتير حلو الطريقة اللي حضرتك حكيتي فيها وبسيطة، وبظل كمان هذا العالم المنفتح اللي موجود، مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وظل الظروف الاقتصادية عند كتير من الناس يمكن تكون هاي الخبرة موجودة ولكن مكلفة ببعض. مثلا بنشوف بعض الروضات الحديثة تعتمد أسلوب التعليم بواسطة اللعب، أسلوب التعليم بواسطة الغناء وما إلى ذلك، فهو بيكسب شوية الطفل هي القدرة. في بعض الأهل مو قدرتهم أنه ياخذوا أبنائهم لعند هيك روضات. صحيح. فنحن صحيح. عم نحكي عن أسلوب بسيط، ممكن شوية جلسات مع حضرتك. تماما. تبلش الأم تصير هي المرشد أو صحيح. هي الأخصائي صحيح. الاجتماعي. صحيح. أنا نعم بقول لها فترة الأخصائية يعني. فترة خليني أقول إعادة تأهيل الأهل والطفل قد إيه تستغرق وقت وسطيا؟ هلأ حسب تفاعلهم. تمام. هلا السمة اللي لازم اني انت توحديه بين الاهل هو اني تلفتي له انتباهه ان يعني هذا الموضوع رح ياثر عليه مستقبلا. لما بتشعري الاهل بالخطر اللي رح ينجم عن تقصيرهم بهي النقطه، هو تقصير غير مقصود يعني. أكيد. سبحان الله. فانت لما بتلفتي انتباههم لهذا الموضوع فهن رح يشتغلوا معك بسويه عاليه. لان الطفل طفل اولا واخيرا، انا هذا عمل يعني بالاضافه لان يعني، فهو اما انت هو طفلك، هو اسرتك، هو بقائك، امتدادك. فلذلك يعني هن قد ما هن كانوا شغوفين بالعلم اللي هن يعني رح يكتسبوه ورح ينفذوه. يعني هي ما انا عم بعمل الجلسه نص ساعه او ثلاث ارباع ساعه، اما هي بدها تتخذ منهاج حياه.
الوقت يعني الاكل طوال الى يعني تستغل كل الاوقات، وين البندوره اللي مثله، وين الباذنجان مثله، وين كله هذا، اني يعني هي تلفت له انتباهه بحيث اني انا اعمل مده انتباهه وطولها لاوصل لتركيز واشتغل على باقي المهارات. طيب ست سلافك بسؤال سريع اجابته، في عندنا اطفال اللي عندهم مشكله لغويا بنلاقيه بيضيع ببعض الاحرف، ما بيطلع معه بعض الاحرف، ممكن الام او الاب يقولوا انه يلا بيكبر وبتير بتزبط لحاله، بس عم نشوف حالات انه لا، في اشخاص بيتأتقوا، في اشخاص بيلدغوا، اليوم شو دوركم بهي الاسلوب؟ وممكن اذا تاخر الاهل انهم يعرضوا طفلهم انه يؤثر مستقبليا عليه؟ هلا انا رح اعمل لك الخطف خلفا وارجع لك بالسؤال الاخير، اني يعني موضوع اني هو متاخر لغويا هل ممكن ياثر عليه؟ هذا الموضوع رح ياثر عليه فعليا بدايه، رح ياثر على نفسيته لان هو رح يتعرض لتنمر من المحيط طبعا، فهذا الموضوع رح يخليه يكون صمت اختياري، هذا رح يخلي له عزله، هذا رح يخلي له انه هو تاخر دراسي. فشوفي انت من نقطه هي عم تقول ايه ابوه ما كان يحكي هيك، وسته قالت لي اني عمته كانت تاخرت، موضوع المورثات وموضوع ايجاد اعذار، هذا الموضوع رح ياثر على الطفل ورح ندخل بمتاهه يعني صعب اني نحن نطلع منه، موضوع انه يدخل بتأتأة او بصمت اختياري او هذا الموضوع انتشال الطفل منه صعب. ولكن احنا التوجه لتصحيح المخارج اللي حضرتك ذكرتي هو في انا عندي فتره لازم يوصل للطفل لحتى انا ابلش بتنميه المخارج تصحيحها، وعمر مثلا انا بالاربع سنوات ونص انا هون ممكن اتدخل فعليا، ولكن قبل انا بشتغل على تنميه لغويه شامله. يعني انا بشتغل على تنميه اللغه، ومن خلال اللغه انا بقى بسرب بالمخارج ضمنيا. هيك العمل يعني بيكون. اكيد معلومات جدا مهمه قدمتي لنا اياها اليوم، بدنا نتشكرك وبنتمنى لكم اكيد التوفيق بشغلكم، وعلى قد ما عم تشتغلوا على قد ما في عائلات تستفيد اكيد من هذا العلم. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا، انا تشرفت وطريق السلامه وانت راجعه، سلمي على اهلنا بحما.